أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريتشوك أن أكثر من 1000 جندي أوكراني، منهم مئات الجرحى، ما يزالون داخل مصنع أزوفيستال في مدينة ماريوبول الجنوبية الواقعة تحت السيطرة الروسية. هذا وأعلن أحد مساعدي عمدة ماريوبول تعرض المدينة لقصف مستمر من قبل القوات الروسية، مشيرا إلى أن هناك ما لا يقل عن 100 مدني ما زالوا محاصرين داخل مجمع أزوفيستال للصلب، بالإضافة إلى عناصر من القوات الأوكرانية. We'll be right back.